الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصدقائي متابعي مدونة بحيري فورتيك، أهلا بكم في حلقة جديدة. الحقيقة انتشر في الفترة الأخيرة الفيديو اللي قامت بيه داعش في ليبيا لقتل الأقباط المصريين وجميع القنوات التلفزيونية اللي ليها تشانلز على اليوتيوب وجميع الصحف اللي ليها بوابات على الإنترنت وتشانلز برضه على اليوتيوب. للأسف أساءت استخدام الفيديو ده عن طريق إن هي نشرته على اليوتيوب، رغم إنها بتعلم جيدا إن قوانين اليوتيوب بتمنع نشر أمثال هذه الفيديوهات اللي بتحض على العنف، لكن هي نشرته سعي وراء المزيد من المشاهدات وجلب المشتركين على قناة اليوتيوب وبالتالي جلب الأرباح. متاجرة رخيصة جدا قامت بيها جميع الصحف تقريبا او الشانلز الموجودة على الانترنت. عشان كده احنا النهاردة هناخد مثال على جريدة استخدمت الموضوع ده، وهي بوابة الفجر زي ما احنا شايفين نشر موضوع بالفيديو والصور داعش يذبح الاقباط المصريين المختطفين في ليبيا، ونشر شوية صور هنا كجذب للموضوع وحطها للفيديو على اليوتيوب. طبعا الفيديو تم حجبه على اليوتيوب، لو احنا ضغطنا هنا او شفنا ضغطنا هنا عشان نعمل مشاهد الفيديو على اليوتيوب هيطلع لي الصفحة دي انه تمت ازالة الفيديو لان محتواه ينتهك بنود خدمة يوتيوب. الجريدة قبل ما تحط الفيديو هنا عارفة كويس اوي ان هو بينتهك حد او نطاق او بينتهك بنود الخدمة، لكن هي حطاه بحيث ان هي تحقق اعلى مشاهدة في اسرع وقت ممكن قبل ما يتم حذف الفيديو من على اليوتيوب، وبالتالي تكسب مشتركين اكتر على القناة وتروج للفيديوهات بتاعتها وتاخد شعبية اكتر. عشان كده احنا هناخد من الفيديو ده مثال نعرف منه ازاي ان احنا نحذف اي فيديو نلاحظ ان هو بينتهك البنود دي او فيديو مسيء، سواء كان بيحتوي على مشاهد تحض على العنف او مشاهد خارجة لا يجوز تواجدها على الانترنت او بيشتمل على الفاظ غير لائقة او فيديو بيحض على الاساءة للاسلام او لاي ديانة معينة. هنتعلم ازاي ان احنا نشيل جميع الفيديوهات اللي بتتناول موضوع معين من على اليوتيوب. طيب هنروح على اليوتيوب وهندور على الكلمة اللي احنا عايزين نشيل الفيديوهات عنها. انا عملت هنا فيديو داعش ليبيا وحطيت فلتر من عندي، المفروض ان الفلتر مش كان موجود، انا اضفت فلتر قلت له دور لي على النتائج البحث بتاعتك حسب عدد المشاهدة. طب دور لي على النتائج بتاعتي حسب عدد المشاهدة، جات هنا مجموعة المشاهدات بتاعتي، لاحظت ان في احد الفيديوهات موجود هنا كاتب حصريا شاهد كيف تم تغيير لون البحر وعمل موضوع الاعدام وحطت صورة غير لائقة وحطت جوه الفيديو بتاعه مجموعة صور بتحض على العنف او زي ما احنا شايفين فيها بعض العنف شوية. فاحنا عايزين نبلغ ادارة اليوتيوب عن الفيديو ده عشان تشيله من على الموقع. هروح ضغط على الفيديو وافتحه هنا عندي، واول ما افتح الفيديو هبتدي فيه عملية التبليغ عنه. الفيديو ظهر معي هو الصفحة الرئيسية اللي موجود فيها بعد ما انا ضغطت عليه. طبعا انا عايز ابلغ عن الفيديو ده، انا هديك المثال على الفيديو ده انك انت تشوفه وتتعلم بيه ازاي انك انت تبلغ عن اي فيديو، مش شرط ان هو يكون بيشتمل على عنف، ممكن يكون بيشتمل على مشاهد خارجة، قد يكون بيشتمل على كراهية لديانة معينة او اساءة للاسلام او لاي ديانة. فاحنا هنتعلم ازاي ان احنا نحذف الفيديو اللي بينتهك بنود اليوتيوب او الغير لائق اللي موجود عليها. عموما حددت انا الفيديو بعد ما بفتحه بنزل على طول بختار مزيد هنا اهو، انا هقفل دي عشان اجيبها لك من الاول. المفروض ان انا ضغطت على مزيد وبعدين بعد كده بضغط على كلمة ابلاغ، بتطلع لي مجموعة الخيارات اللي تحت دي بيقول لي الابلاغ عن الفيديو. انا هشوف الفيديو الاول، كان واضح من اللوجو بتاعه اللي موجود في الرابط اثناء عملية البحث ان هو بيشتمل على مشاهد عملية القتل الجماعي اللي تمت، فعلا هو بيشتمل على مشاهد ليها. طبعا انا مش هشغل الفيديو عشان مش هنتهك البنود واغلط نفس غلطته، هو بادئ هنا العرض مجرد صور كده وبادئ مشاهد القتل فعلا جايبها من الدقيقة رقم 2 تقريبا وبادئ عرض المشاهد بغرض جذب مشاهدات للفيديو. فانا هنزل تحت وهبلغ بقول لي الابلاغ عن هذا الفيديو، ما المشكله، ايه المشكله في الفيديو ده، ومديني مجموعه المشكلات اللي اليوتيوب ممكن تحذف الفيديو لو هي اتوجدت فيه. طب انا الاكتر بند بيتناسب مع الفيديو اللي انا واقف عليه دلوقتي هو انه بيشتمل على محتوى يضم مشاهد عنفيه او عنيفه او قاسيه، هقول له ماشي اختارها، حدد واحدا ايه المشكله في الفيديو ده في العنف فيه، انا هقول له عنف شباب هي اكتر واحده بتتناسب معاه، وبعد كده هختار من هنا المشكلة بتاعتي. طب انا فوق هنا هحدد ان انا عندي دلوقتي، خد بالك دي
الثواني ودي الدقايق، فانا هقول له دلوقتي في الدقيقه رقم 2 اللي ناحيه اليمين الدقايق عشان ما تتلخبطش. الطابع الزمن المحدد الاول ده هو ايه المقصود بيه؟ انك انت دلوقتي بتقول ان في عنف، هل العنف او المشكله بتاعتك في الفيديو ده بادئه مع عام الاول تسيبها صفر صفر زي ما هي، ولا بادئه من فتره معينه؟ فانا عندي ملاحظ ان هو بدا عرض المشاهد، كاتب كلام كده ونصوص، وبدا عرض المشاهد اللي فيها عمليات الذبح ابتداء من رقم 2 او من الدقيقه رقم 2 اللي ناحيه اليمين دي. الدقايق دي الثواني هخليها هصفرها زي ما هي عشان تبدا معايا من الثانيه رقم 2 عشان يعرضها. وبعدين هقول له الرجاء تقديم تفاصيل افضل او اضافيه. انا هقول له ان المشهد يشتمل على عمليه قتل جماعي بشكل غير انساني. يبقى انا كده قلت له ان المشهد دوت بيشتمل على محتوى بيضم عنف من الدقيقة رقم 2، وقلت له التفاصيل اللي حاصلة فيه. بعد كده هقول له ارسال، ابعت التقرير ده لإدارة اليوتيوب. بعت لي على طول بيقول لي الإبلاغ عن هذا الفيديو، شكرا لإرسالك التقرير، إليك المعلومات التي استلمناها منك، المشهد الذي تم التبليغ عنه بيقول لك إن هو بيحتوي على عنف وفي الدقيقة رقم 2 فعلا أهو، والتفاصيل الإضافية اللي أنا بعتها له إن المشهد بيشتمل على عملية قتل جماعي بشكل غير إنساني. وبالتالي إدارة اليوتيوب هتبص على الفيديو ده، وممكن في احتمال كبير جدا طبعا ان هي هتعمل له عملية حذف. حاجة تاني كمان برضو بعد ما تعمل العملية دي، انك انت تعمل ديسلايك ان الفيديو ده مش عاجبك، دي بيتزود فيه رصيد ان الفيديو ده سلبي او غير مفيد على اليوتيوب. يبقى انا لو لقيت اي فيديو بنفس الشاكلة دي كده بعمل له عملية تبليغ، وبحدد سبب التبليغ بتاعي، وبعمل عملية ايه ديسلايك. بس طبعا عشان تعمل الكلام ده كله انت هتكون مسجل في جوجل او في اليوتيوب الاتنين واحد، لان اليوتيوب جزء من منتجات جوجل، وهتعمل عملية التسجيل، وبالتالي هيتم ارسال تقريرك وتبقى نفذت مهمة حذف الفيديوهات المشابهة لده. وبكده نكون انهينا حلقتنا النهاردة، يا رب نكون قدمنا لكم افادة ولو بسيطة. ياريت تعملوا لنا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان يوصلكم جديد حلقاتنا والمفيدة في كل في شرحات كل برامج التطبيقات على الانترنت والموبايل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.